نعم. أحسن الله عليك يا شيخ، ما حكم حلق الشعر الذي يخرج في الرقبة؟ إيش؟ حكم حلق الشعر الذي يخرج في الرقبة؟ لا بأس به. الشعور ثلاث أقسام، قسم أمر به بإزالته، وقسم نهي عن إزالته، وقسم سكت عنه. فالذي أمر بإزالته العانة والأبط والشارب، والذي نهي عن إزالته اللحية، والمسكوت عن بقية الشعور مسكوت عنه، فيجوز إزالتها، لكن الأفضل إبقاؤه. ها؟ لا، ما هو مسكوت عنه لأنه من اللحية، فبقية الشعور مسكوت عنها، والأفضل إبقاؤها لأنها من خلقة الله عز وجل، ولا خلقها الله إلا لحكمة. لكن إذا دعت الحاجة إلى إزالتها فلا بأس. طيب، شعر الرقبة من أيها؟ سألك، شعر الرقبة من أيها؟ من المأمور بإزالتها ومنها عن إزالتها، المسكوت عنها. بارك الله. طيب. نعم.